كابتن أسامة، مبروك، فوز غالي وحققت الهدف من المباراة. يعني كان أهم حاجة المكسب. الحمد لله كسبنا وخدنا الثلاث نقط. جون جه في توقيت صعب في الدقيقة 88 ونص تقريبا، بس قبليها النادي الأهلي الشوط الأولاني للشوط الثاني مضيع فرص كتيرة جدا. كان من أسهل الماتشات النادي الأهلي يعمل فيها سكور كبير النهاردة، رغم أتفق مع حشيش إنه الأداء بعيد شوية. واضح جدا انه في رعونه واستعجال كبير جدا في انهاء الهجمات السهله جدا السهله جدا لكل يعني لكل الخمس ست لعيبه السبع لعيبه اللي كانوا بيلعبوا في خط الامام كله. كهربا مضيع له كورتين ثلاثه سهلين، رضا سليم مضيع له كورتين ثلاثه، طاهر محمد طاهر، حتى الناس اللي نزلت وسام و لا مودست يمكن ما لحقش كتير، ورغم ذلك برضه في واحده حطها في بطن رجله ضعيفه في ايد الحارس، كانت سهله قوي تتحط برضه، عايز ابش رجله بس. يعني انا اقصد كل الناس عمل اسيست ماشي، كل الناس اللي لعبت من البدايه او نزلت اضاعت فرص سهله كتيره جدا. انت كمكسب انت كان لازم تكسب صح، لانه فرقه زد النهارده بعاد جدا جدا جدا، حط تحتيها مليون خط وانت مسيطر. ما هو انت مسيطر وهم كمان بعاد قوي، ما فيش اي مقاومه لا في الخط الخلفي ولا في نص الملعب، وهجمات ما فيش حاجه راحت تقريبا لمصطفى شوبير، يعني كره تسديده ضعيفه جدا الشوط الاولاني. انت بتوصل سهل من ناحيه اليمين، بتوصل سهل من ناحيه الشمال. انا شايف احسن حاجه اتعملت النهارده من وجهه نظري ان احمد عبد القادر لما نزل ناحيه الشمال الجبهه دي اختلفت كتير قوي، يعني من المرات القليله رغم ان هو ساعات بيزود ساعات بتستطع منه، ولكن عمل حركه كبيره ناحيه الجبهه الشمال. يعني تحس ان بقت فيه حيويه. انا يعني يمكن كنت بنتقد احمد في حاجات معينه، وحتى في الماتش اللي فات لما نزل باسترخاء كده، لا النهارده نازل عايز تحس انه عمل شعل للجبهه الشمال شويه. وايضا الناحيه الثانيه عمر كمال رغم انه النهارده عنده كميه بصباص كتيره شويه، ولكنه حيوي جدا صح، عايز على طول، عمل جبهه ناحيه اليمين، جبنا اكتر من كورنر من الناحيتين. ف يعني في المجمل طبعا النادي الاهلي كان يستحق المكسب وكان لازم الحمد لله يكسب، لكن اللي ما عجبنيش بس النهارده انه كميه التمرير الخاطئ كتير جدا على مدار الشوطين. لكن في النهايه النادي الاهلي فوز مستحق، ولا حول ولا قوه لزد النهارده. صحيح.